عقب الانتهاكات التركية بغداد توجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن وتدعو إلى سحب القوات التركية. واشنطن تطالب أنقرة باحترام سيادة العراق، والأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق شامل. تقدم في ترشيح رئيس الوزراء، المالكي يكشف ويدعو الحكومة المقبلة لتعديل قانون الانتخابات. ارتفاع جديد بإصابات ووفيات كورونا، والجفاف والتلوث يفاقم أزمة الكوليرا في ذي قار. أهلا بكم، والبداية من الانتهاكات التركية، إذ أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني 8 قرارات عقب اجتماعه ردا على القصف التركي في دهوك. المجلس وجه وزارة الخارجية بتقديم شكوى عاجلة بشأن الاعتداء التركي إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، واستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة. كما طالب المجلس الوزاري تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، فضلا عن استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا. هذا وارتفعت الحصيلة الأولية لضحايا القصف التركي على مصيف برخ السياحي إلى 9 شهداء و23 جريحا. خالية الإعلام الأمني في بان لها قالت إن المدفعية التركية نفذت قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مصيفا سياحيا بمحافظة دهوك. وأضاف البيان أن القائد العام وجه بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة أوفد وزير الخارجية فؤاد حسين برفقة وفد أمني رفيع إلى موقع القصف التركي لفتح تحقيق عاجل بالحادثة. هذا وأظهرت لقطات مصورة الهلع الذي أصاب العوائل والأطفال إثر القصف التركي لأحد مصايف محافظة دهوك، ويظهر المقطع حالة الرعب التي أصابت المواطنين أثناء القصف المدفعي، فيما يستنجد مصابون سقطوا إثر الاعتداء التركي. من جهته استنكر رئيس الجمهورية برهم صالح القصف التركي الذي طال المصيف السياحي بمحافظة دهوك. صالح في تغريدة وصف القصف المدفعي التركي بأنه انتهاك غير مبرر لسيادة البلد وتهديد للأمن القومي العراقي. وأضاف صالح أن تكرار هذا الاعتداء غير مقبول وهو مناف للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار. هذا وطالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعدم جعل العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية. الحلبوسي في تغريدة له على تويتر قال إن العراقيين يدفعون فواتير الدماء بلا طائل، داعين الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق واعتماد كل السبل لحفظ البلاد وحماية أبناء الشعب. هذا وأدانت وزارة الخارجية القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بدهوك. وقالت الخارجية في بيان أنها ستتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد تهديدا واستهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه وانتهاكا صارخا لسيادته.
من جانبها دعت رئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي الحكومة العراقية لوقفة جادة لإيقاف الانتهاكات التركية. الفتلاوي في تغريدة أعربت عن استنكارها الشديد لاستهداف وإراقة دماء العراقيين الأبرياء بالقصف العشوائي التركي في دهوك، داعية الحكومة العراقية إلى وقفة جادة لإيقاف مثل هذه الانتهاكات. في السياق ذاته، نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية وسط العاصمة بغداد استنكارا للانتهاك التركي والقصف المدفعي الذي استهدف مصيفا في محافظة دهوك. وأفاد مراسلنا أن الوقفة تأتي متزامنة مع أخرى نظمت في النجف للاستنكار والمطالبة برد حاسم وقوي على الخروق التركية لسيادة البلاد. دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى احترام سيادة العراق وموقعه الإقليمي، وذلك تعقيبا على الاعتداء التركي في دهوك. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس شدد على أن أي عمل عسكري في العراق ينبغي أن يحترم سيادته وسلامة أراضيه. من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق القصف التركي في دهوك، داعية إلى إجراء تحقيق شامل ومشددة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية. خروق هي ليست الأولى لكنها الأكثر دموية، فيبدو أن أنقرة قد ذهبت بعيدا في أطماعها التوسعية في المنطقة لتبيح لنفسها سفك الدم العراقي ضاربة المواثيق والأعراف الدولية عرض الجدار. لم تكن تتوقع هذه العوالي أن يصطبغ يومها بلون الدم، أو أن يختلط عبق الزهور من حولها برائحة البارود، ولم تكن تتصور للحظة أن يغطي صوت دوي الصواريخ المدفعية من حولها على أصوات جريان المياه في مصيف براخ. لحظات اصطادتها الكاميرات تظهر حالة الهلع التي أصابت مواطنون لا ذنب لهم، لأنهم جاءوا ليستجموا في شمال العراق، فلم يكن متوقعا لهم أن يكون استجمامهم هدفا للمدفعية التركية. شهداء وجرحى لم يكونوا أول الضحايا الذين يسقطون جراء العمليات التركية، وربما لن يكونوا الأخيرين. فكما يبدو أن حاكم أنقرة عازم على قضم مزيد من أراضي العراق تحت ذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، ويبدو أن دماء العراقيين رخيصة في نظره مقابل تحقيق حلمه التوسعي في المنطقة. وعلى الرغم أن ما حصل لم يكن الحادث الأول الذي يستهدف مدنيين عراقيين، لأنه الأول الذي يكون مفضوحا وعلنيا ومباشرا ويستهدف مكانا سياحيا دون إعارة الأعراف الدولية والمواثيق أي اهتمام. رد الفعل العراقي جاء في بيان لوزارة الخارجية يؤكد أن الإجراءات الدبلوماسية ستكون حاضرة لإيقاف الانتهاكات التركية،
وصفة الاعتداء بالخرق الصارخ لسيادة العراق وتهديدا لأمن مواطنيه. ردود فعل القوى السياسية المحلية جاءت متواترة ومتتابعة ومتشعبة إلى من يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان، وبين من يدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة. وفي تزاحم ردود الفعل ينتظر أن تكشف الحكومة العراقية عن إجراءاتها ضد الخروق التركية، فيما يؤمل أن يصدر المجتمع الدولي موقفا واضحا وحازما لإيقاف اعتداءات أنقرة على سيادة العراق. أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف استشهاد وإصابة 8 عناصر من الشرطة الاتحادية في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة انطيبيج. وقال الحجرف أن الدول المجلس تتضامن مع الجمهورية العراقية والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية. سلسلة من الخروقات الأمنية تشهدها صلاح الدين آخرها كان في منطقة طبيجة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. يأتي ذلك في وقت يستغل داعش الإرهابي المناطق الفاصلة مع ديالى كممر لشن هجماته على القطاعات الأمنية. من جديد تشهد محافظة صلاح الدين خرقا أمني يتسبب بسقوط 11 شهيدا وجريح في منطقة طبيجة، والتي باتت تشكل مصدر قلق للمواطنين والقوات الأمنية على حد سواء. ففي مشهد يتكرر بين الفترة والأخرى أصبحت منطقة طبيجة شرق سامراء الثغرة الأكبر بين عمليات ديالى وصلاح الدين، والتي تستغلها عصابات داعش الإرهابية لشن هجمات منظمة على القوات الأمنية. تعرضت إحدى مرابطات الشرطة الاتحادية الفرقة الخامسة اللواء 17 إلى هجوم من قبل عناصر داعش الإرهابية، أدى هذا الهجوم إلى استشهاد عدد من المقاتلين وأصابت عدد آخر. عناصر داعش الإرهابية في هذه المنطقة تتجول عن طريق الثغرات الموجودة في هذه المنطقة وتستغل المرابطات المعزولة البعيدة عن مرأى الكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية. منطقة زراعية ومنطقة أشجار ومنطقة يعني منخفضات ومرتفعات، فمن هذا يعني أغلبها يعني حتى الكاميرات في بعض الأحيان يعني من ضمن المنخفض والمرتفع ما تشوف أي شيء. واستنادا لهذه التطورات الأمنية شكلت قيادة العمليات المشتركة لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث، فيما أكد نواب عن المحافظة وجود نقص في العدة والعدد تسبب بهذا الخرق الأمني. لا يوجد اليوم طيران يغطي تلك المنطقة، لا يوجد اليوم أجهزة تتبع الإرهابيين، عدد الكاميرات الحرارية الموجود قليل جدا، عدد القطعات موجود جدا. اليوم المقاتل يعاني من أسوأ الظروف الموجودة، لذلك اليوم داعش الإرهابي استغل هذه الفرصة ليهاجم أبطال الشرطة الاتحادية ونقدم هذه الخسائر. وبحسب أمنيين فإن المناطق الحدودية الفاصلة بين صلاح الدين وديالى وصولا إلى كركوك تمثل ممرا للعصابات الإرهابية التي تحاول بين الفينة والأخرى استغلال أبسط الظروف لاستهداف القوات الأمنية. محمد عادل الربيعي، الرابعة، صلاح الدين. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الإطار حقق تقدما كبيرا في موضوع مرشح رئاسة الوزراء. المالكي خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أشار إلى أن قوى الإطار التنسيقي وحلفائه ماضون على تشكيل حكومة خدمية منسجمة تلبي طموح العراقيين جميعا، مبينا أن اللجنة المكلفة بدراسة أسماء المرشحين بدأت أعمالها، ومن المؤمل قريبا جدا
حسم هذا الملف والبدء في آليات تشكيل الحكومة، فيما دعا الحكومة المقبلة إلى العمل على تصحيح مسار العملية السياسية وإجراء انتخابات جديدة بعيدة بعد إجراء التعديلات على قانون الانتخابات. من جانبه دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الكرد والإطار التنسيقي إلى حسم مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء. العامري قال إن العراق يعيش هذه الأيام الانعكاسات الخطيرة للإعلام المبني على الأكاذيب والبهتان، مشيرا إلى أنه لا يمكن للعراق أن يكون جزءا من المعسكر الأمريكي الصهيوني في المنطقة. بالأخوة الكرد حسم موضوع رئاسة الجمهورية، وكذلك نهيب بالأخوة في الإطار التنسيقي وهم جادون في حسم موضوع رئيس الوزراء لإكمال الاستحقاقات الدستورية والإسراع بتشكيل الحكومة. التسريبات التي يتم بثها هذه الأيام إلا نموذج لإعلام منحط غارق في الدونية، لذا ندعو المعنيين أن يترفعوا عن التأثر بهذه الأعمال الدنيئة. وأتمنى على أخينا العزيز سماحة السيد مقتدى الصد الذي هو ابن البار للمرجع الكبير السيد محمد صادق الصدر قدس الله نفسه الزكية أن يترفع وأن يتسامع على هذه التسجيلات المسربة. يضع الإطار التنسيقي مواصفات رئيس الحكومة الجديدة بعد شوط كبير من المفاوضات السياسية خاضها مع خصوم الأمس، في وقت يرى طيف سياسي صعوبة تشكيل الحكومة في المعطيات الحالية. بقيادة جماعية لاتخاذ القرار، يمضي الإطار التنسيقي لاختيار مرشحي لرئاسة الحكومة في المدة المقبلة. الاعتدال والكفاءة والقدرة على إدارة البلاد هي أبرز العوامل التي أجمعت عليها القوى السياسية لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 8 أشهر. مراقبون بيّنوا أن الإطار التنسيقي قطع شوطا طويلا من المفاوضات تجاه التوافق، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة ولادة حكومة جديدة. يعني الإطار لابد أن يكون لديه حركة دؤوبة ومتسارعة من أجل حسم قضية رئاسة مجلس الوزراء، وأعتقد تشكيل اللجان وكذلك تفويض 4 شخصيات، بالإضافة لأن أعتقد بأنه قد يكون هنالك تصويت على الشخصية التي ممكن أن تحصل على ثقة الإطار التنسيقي بخصوص رئاسة مجلس الوزراء، لكن القضية لحد الآن لم تحسب بشكل كامل، وإن كان هنالك نسبة كبيرة جدا باتفاق الإطار على شخصية مختارة. وترى أوساط سياسية أخرى إن طريق تشكيل الحكومة أمام قوى الإطار لن يكون بهذه السهولة نظرا للمعطيات الراهنة والكم الهائل من الأزمات التي تواجه أعضاءه سواء داخليا أم خارجيا، إذ يجب أن تطرح الخيارات لتكون خارطة طريق تنسجم مع تحديات المرحلة. طبعا الإطار التنسيقي منذ أكثر من شهر، أي منذ انسحاب السيد مقتدى الصدر من البرلمان، وهو يحاول تشكيل حكومة، لكن فيما يبدو أن هناك مشاكل كبيرة تواجه قوى الإطار التنسيقي، يعني مشاكل على مستوى داخل الإطار التنسيقي ومشاكل بين قوى الإطار التنسيقي والقوى في الفضاء الوطني في المكون الكردي والمكون السني. وينتظر الشارع العراقي مخرجات الاجتماع المرتقب لقادة الكتل السياسية مع السيد رئيس البرلمان وبيان مدى إمكانية التوافق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. خطوة متبوعة بأخرى على سلم البيت التنفيذي، يحاول من خلالها الإطار التنسيقي أن ينتخب مرشحه لرئاسة الوزراء في جلسة لمجلس النواب يعول عليها أن تكون في الأسبوع المقبل. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. وفي الشأن الصحي، سجلت وزارة الصحة ارتفاعا بإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة الماضية. الوزارة في بيان قالت إن مختبراتها سجلت 4247 إصابة جديدة إضافة إلى 3 وفيات، فيما أشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء التي تم تسجيلها بلغ 3473 حالة.
تنتشر الكوليرا في ذي قار بصورة تنذر بخطر صحي محدق بأبناء المحافظة في ظل نقص الإمكانيات الطبية، فيما تؤكد الحكومة المحلية أن أحد أسباب انتشار المرض هو الجفاف وتلوث المياه. أكثر من 20 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في المحافظة بحسب مسؤولين في دائرة صحة ذي قار، فضلا عن مئات الحالات المشتبه بها منذ بداية شهر تموز الحالي في ظل نقص الإمكانيات الطبية والأجهزة التخصصية. سجلنا منذ بداية شهر السابع تقريبا 250 حالة اشتباه تم رصدها من قبل فرقنا الصحية الموجودة بالمستشفيات، مستشفيات الأقضية الموجودة في محافظة ذي قار. 28 حالة إصابة مؤكدة، وحاليا عندنا 16 حالة إصابة مشتبه بها. المشكلة احنا نعاني في حاليا بهذا الموضوع من مرض كوليرا ومن مرض كوليرا، انه الامكانيات المادية لمختبر الصحة العامة في دار الصحة ذي قار بصراحة لا تؤدي الغرض المطلوب منه. الحكومة المحلية أكدت أن أحد أسباب انتشار الأمراض هو تفشي الجفاف وتلوث مياه الأنهار المغذية للمدن والقرى المحيطة بها، مؤكدين تشكيل لجنة لمتابعة ملف المياه وانتشار الجفاف، فيما يرى مراقبون أن المحافظة تتعرض إلى موجة أوبئة وأمراض تستدعي الوقوف بجدية من قبل الجهات الحكومية. محافظة ذي قار ثاني محافظة بالإصابات في الكوليرا، تقع تحت أول مشكلة وهي قلة التخصيصات المائية التي تؤدي إلى تكاثف وتكاثر الميكروبات. هناك إصابات كثيرة وتتزايد، وفضلا يعني عن أنه أوبئة أخرى قد لم يتم تسجيلها، لذا يفترض أنه دائرة الصحة ودائرة البيئة والجهات المعنية والمختصة أن تأخذ دورها. وتعاني قرى وأرياف ذي قار من انعدام المياه الصالحة للاستخدام، ما جعل بعض هذه المناطق بؤرة لانتشار الأمراض الناشئة عن تلوث المياه. بعد كورونا والحمى النزفية تحل الكوليرا ضيفاً ثقيلاً على ذي قار، أكثر من 200 حالة اشتباه بالإصابة، بينها 28 حالة مؤكدة خلال شهر واحد. من ذي قار هاني الحربي، الرابعة. قرعت أجراس المدارس إذاناً ببدء امتحانات السادس الإعدادي وسط آمال عقدها الطلبة للانتقال إلى المرحلة الجامعية. المراكز الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي شهدت قرع جرس بدء الامتحانات النهائية، وبعزيمة وإصرار تهافت الطلبة نحو أداء الامتحانات النهائية وهم يحملون معهم آمال إنهاء مرحلة دراسية والانتقال لمرحلة أهم وهي الجامعية. أبناء الجيش العراقي والفرقة السابعة عشر قدموا بعض الدعم اللوجستي للطلبة في قضاء المحمودية لإسنادهم ورفع معنوياتهم ودعمهم في أداء الامتحانات. منذ فجر هذا اليوم شرعت قطعات فرقة المشاهد السابع عشر لتأمين الحماية المراكز الامتحانية لإداء الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية بالتنسيق من قبل شعبة الشؤون العسكرية للأغراض المدنية والمديرية العامة لتربية بغداد الكرخ لتأمين الحماية المراكز الامتحانية ضمن مركز قضاء المحمودية ونواحيها اللطيفية واليوسفية وناحية الرشيد وكذلك منطقة أبو تشير ضمن قاطع مسؤولية الفرقة. وتسعى وزارة التربية ومن خلال مديرياتها في العاصمة بغداد لتوفير جميع الإمكانات الضرورية لإعانة طلبة السادس الإعدادي في رحلة أدائهم للامتحانات وتخفيف الأعباء عنهم ورفع هاجس الخوف والارتباك، كما أن توفر الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب والقاعات النظيفة من أهم الوسائل المساعدة لتهيئة الطالب لأداء الامتحان بتركيز عال. عندنا حوالي 11 مركز امتحاني، 2 في قاطع اللطيفية و2 في ناحية الرشيد و7 في المحمودية. تم تجهيز هذه المراكز بالمبردات وتهيئة كافة العمليات اللوجستية لتهيئة المراكز الامتحانية استعدادا للامتحانات المرحلة الصف السادس الإعدادي. نثني شكرنا وتقديرنا للسيد قائد فرقة 17 على توفير الأمن والدعم اللوجستي للمراكز الامتحانية. حقيقة
السباقين هم بهذه القضية، الجيش صاحب المهمات سواء على ساحات الوغى وعلى الأمور الأخرى اللي تحتاجها سواء بالامتحانات أو بالأمور الأخرى. التعقيم أو التجهيز وتوفير الأجواء الأمنية لطلبة السادس الإعدادية قد يقلل من حالة الضغط عنهم ويوفر لهم أجواء مناسبة لأداء امتحاناتهم. من قضاء المحمودية حيدر نصيف، قناة الرابعة. تذكير بالعناوين. عقب الانتهاكات التركية، بغداد توجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن وتدعو إلى سحب القوات التركية. واشنطن تطالب أنقرة باحترام سيادة العراق، والأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق شامل. تقدم في ترشيح رئيس الوزراء، المالكي يكشف ويدعو الحكومة المقبلة لتعديل قانون الانتخابات. ارتفاع جديد بإصابات ووفيات كورونا، والجفاف والتلوث يفاقم أزمة الكوليرا في ذي قار. كانت هذه نشرة أخبار الرابعة. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة .tv وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام وتويتر. شكرا لكم، إلى اللقاء.